سيد مناف المنيفي مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حياك الله أبو فيصل. الله يحييك، مسيك الله بالخير أخوي عبد الله، ومساء الخير لجميع المشاهدين والقائمين على البرنامج. أبي أدخل بالموضوع مباشرة، الجدية اللي شفناها في هالمشاريع، وبالمناسبة أعتذر إذا ما قدرت أغطي أكثر من هذا نظرا لضيق الوقت، أسألك سؤال مباشر، تتلمس الجدية بالمبادرين؟ طبعا قبل أعلق عن الجدية بالمشاريع، الجدية مرتبطة بقيمة مضافة من المشاريع وهذه تقديرها نسبي، لكن اليوم احنا بالصندوق الوطني لمسنا الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن من رواد الأعمال. تسابقوا على تقديم خدماتهم وسلعهم في مختلف الأنشطة سواء كانت الصحية ولا الغذائية للمواطنين. لقينا من رواد الأعمال الوفاء والجد والإخلاص، لقينا مبادرين الصندوق يرفعون الرأس بأعمالهم التطوعية والمجانية. بارك الله فيهم. اي نعم. ابو فيصل بنتقل سؤال ثاني، سمعنا عن قرارات أصدرتوها بالصندوق الوطني تماشيا ومواكبة هذه الأزمة وتداعيات الاقتصادية، شنو القرارات لو تقول لنا بالتفصيل؟ تفضل. طبعا في القرارات اللي تميزت في أول مرحلة كانت تأجيل أقساط المبادرين، وهذا طبعا تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، شاكرين على جهودهم اللي قمنا في تأجيل بدون مراجعة المبادرين، تأجيل أقساطهم لمدة 6 شهور عشان نخفف الأعباء المالية اللي عليهم. عقبها تصدرنا قرار في إنشاء منصة للتواصل، ومن التواصل التمسنا بعد مكالمة ما يقارب 500 رائد أعمال، لقينا أن من الكثير اللي تكلمنا فيه هو أن كانوا المبادرين يبون منصة تسويقية لمنتجاتهم كسلع وخدمات بأسعار مخفضة أو مجانية للمواطنين. نعم. فأنشأنا الآن منصة جديدة راح تطلق بإذن الله الأسبوع القادم. برافو. الإيميلات راح توصل رواد الأعمال اليوم أو باكر الصبح. نعم. على أساس يحطون بياناتهم، وهذا الهدف منها طبعا الاستفادة من خدمات رواد الأعمال في هذه الظروف الصعبة. آخر قرار صدرناه هو إيقاف الأنشطة استقبال الطلبات الجديدة خلال الفترة هذه حتى أشهر آخر. هذا هني ودي أوقف أسألك سؤال، يعني الموضوع شوية حساس، وقفتوا استقبال أو تمويل المبادرات اللي فهمته، كلمنا هذا القرار ليش طلع وشنو آثاره وشنو تفصيله إذا ممكن فيه تفصيل ثاني؟ تفضل. إيه طبعا هذا القرار بنيناه على محورين أساسيين بعد الدراسة. لقينا أن أول محور هو اعتمادنا الكلي بالصندوق الوطني في تقييم مشاريعنا على جهات، وكذلك منها جهات في الدولة وجهات في العمل بالقطاع الخاص، واليوم الدولة معطلة، فمن الصعب اليوم نتخذ قرارات تختص في موافقات تمويل كون إن مثلا وزارات العدل موقوفة، الداخلية بعطلة، البنوك بعطلة، فهذا يصعب علينا قرارات اتخاذها في هذا الوقت. الجزء الثاني والمحور اللي أهم، احنا كإدارة ليس فقط دورنا حفاظ على المال العام بشكل مختص، ولكن أيضا نشيل هم المبادر. اليوم إذا أنت حطيت التزام مالي على أحد لازم تكون معايير الالتزام هذا وقدرته على السداد عالية. نعم. في ظل الظروف الاقتصادية اللي قاعد يمر فيها العالم سواء بالتأثير بسلاسل الإمداد أو الركود الاقتصادي، من الصعب اليوم تأخذ قرار باستقبال طلب وتقديم معونة والرؤية غير واضحة، يعني ما مر على أحد. صحيح. خصوصا اقتصاديات دول غير واضحة. نعم. المعالم إلى أين تتجه. نعم. بوفيصل. نعم. بوفيصل إذا في كلمة تبي تضيفها في هذا المحور تفضل. والله إذا تسمح لي عندي رسالتين بس. الرسالة الأولى هي حق المواطنين والمسؤولين في الجهات الدولة، بعد انطلاقة المنصة هذه نشجعكم في التكاتف مع رواد الأعمال باستخدام سلعهم ومنتجاتهم، هذه شريحة مهمة في المجتمع. نعم. ولازم ندعمهم ونشتري منهم، وإن شاء الله راح تكون موجودة الأسبوع القادم. الرسالة الثانية والأخيرة هي شكر جزيل لموظفين الصندوق وموظفين الدولة في الخطوط الأمامية سواء كانوا بالصحة والداخلية والتجارة وباقي جهات الدولة. يستاهلون. بارك الله فيكم، قواكم الله، أنتم فخر لنا.